إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود، واجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً رخاءً وسعة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل دائرة السوء تدور عليه، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميراً عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا حي يا قيوم. اللهم وفقه ولي عهده لهداك وتقواك. اللهم أنج المستضعفين في فلسطين، اللهم اجعل لهم النصرة والعزة والغلبة والتمكين. اللهم تول أمرهم وفرج همهم واكشف كربهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وارحم موتاهم وتقبل في الشهداء قتلاهم واجعل دائرة السوء على من عاداهم. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين.